مسهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الرائعة والأكثر من رائعة اللي راح أتكلم فيها عن إبداع الويسكي مع منتخب بلاده وأبرز ما قدمه مع النادي الأهلي السعودي إلى الآن. مسهم حيهم. يا مرحبا مليون وحياكم الله يا اخواني وحبايبي وتاج راسي الاهلاويه. مشتاق لكم يا الاهلاويه وهالحلقه خاصه لعيونكم انتوا اكثر شيء كنا الويسكي اهلاوي ولا يهونون الباقين اللي اكيد لهم الحب والتقدير والاحترام. الويسكي المجنون، الويسكي المش طبيعي، الويسكي الظاهرة، الويسكي اللي ما طلع على حقيقته إلى الآن مع النادي الأهلي. هذا كل اللي شفناه واللمسات الرائعة والأكثر من رائعة مع الأهلي، ولا 1% من إمكانيات هذا اللاعب الكبير اللي أنا أتوقع أنه بعد ما يرجع من منتخب بلاده راح يدق سلف وراح يشتغل صح على ما قالوا. ومثل ما يقولون طبعا الديزل يحر متأخر، أتوقع أن ديزل الويسكي وبيحر إن شاء الله تعالى وبيولع الدوري وبيكون ظاهرة، بيكون ظاهرة، بيكون صدقوني ما راح يقل إطلاقا عن تاليسكا ولا عن بيريرا، وأتوقع أنه يعدي باولينو للأمانة وبكل مصداقية. أول حلقة في حياتي أسويها عن الويسكي لما سمعت أنه راح للنادي الأهلي كان عنوان الحلقة مجنون وراح للمجانين، وفعلا هذا اللاعب مجنون داخل الملعب بلمساته بأدائه بلعبه الراقي الرائع المش طبيعي، وأيضا مجنون خارج الملعب. يعني مجنون في كل الأحوال، مجنون في كل الأحوال، وهالنوعية من اللاعبين اللي يسوون إثارة اللي الناس يحبونهم حتى من الفرق الأخرى ممكن يحبونه ويتابعونه على الحركات الحلوة اللي قاعد يسويها داخل الملعب وخارج الملعب. وتعرفون ايش سوى في المؤتمر الصحفي قبل ما أتكلم عن طبعا في منتخب بلاده؟ سوى كل شيء، كل شيء كل شيء قدم، سجل لعب باصات، 5 فرص، كل شيء بقول لكم بالتفصيل. لكن في المؤتمر الصحفي اللاعبين المفروض يطلعون ثقال، يقولون عن المباراة، يردون على أسئلة الصحفيين. تعرفون الحبيب الويسكي ايش سوى؟ يلا تفضلوا خلينا نشوف. يا اخي مش طبيعي، يا اخي مش طبيعي، ما يقدر يقعد عاقل دقيقه واحده هالولد. فعلا الصراحه هالحركات تحبب الناس فيه اكثر واكثر. تعرفون انا متى، أنا شخصياً متى قلت هذا اللاعب راح يفرق في الدوري السعودي؟ راح ينافس، راح ينافس على أفضل لاعب في الموسم كامل. شفت لقطة في مباراة ضمك، مكانه ظهير أيسر، كان عنده 3 خيارات يلعب لثلاث لاعبين قراب منه ويتقدم وبيردون للكرة، لكن لعبها للرابع اللي بعيد كان الحسن نداو ووصلت له بالملي. هني أنا بعد ما شفت هذه اللقطة قلت لا 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 لا، هذا مش لاعب عالمي، هذا حتى عدى حدود العالمية. يعني مباراة ضمك بشكل عام كان يلعب تحت ضغط كبير واللاعبين فاتحين لـ3، شوفوا نظرته وشوفوا تفكيره، لعب للرابع حسن نداوي اللي بعيد ووصلت له بالملي بالسنتي. هذا غير اللعبات الرائعة وشغلات جميلة لعبها في 3 جولات الأولى. بحط لكم مختصر أو ملخص لأبرز ما قدم الويسكي مع النادي الأهلي في 3 جولات الأولى في نهاية الحلقة يا طويلين العمر والسلامة. انزين، مع منتخب بلاده شمال مقدونيا شارك الويسكي يا طويلين العمر والسلامة 90 دقيقة في آخر مباراة ضد أيسلندا، لعب المباراة كاملة من بدايتها إلى نهايتها، وتقييمه كان 8.7 كأفضل لاعب في المباراة وكأعلى تقييم. لعب 90 دقيقة كاملة، سجل هدف، هدف جميل الصراحة اللي سجله من بعيد يعني مش من قريب، صنع هدف، صنع 5 فرص للتسجيل، 5 عرضيات ناجحة من الويسكي، سدد 2 على المرمى، فاز في 3 مواجهات أرضية وخذ الكرة، والأعلى تقييم في نهاية المباراة 8.7. طبعا ننتظر انه راح يلعب مع منتخب بلاده يوم الاربعاء القادم تاريخ 8 سبتمبر امام رومانيا بعد هالمباراه اللي اتوقع ايضا يقدم فيها الكثير. راح يرجع لجده باذن الله تعالى
للنادي الاهلي ويكمل مشواره في الدوري السعودي. وعلى طاري النادي الاهلي الاهلاويه يشرهون علي والله، والشاعر يقول اشرح عليكم من غلاكم ولا علينا ما تهونون، يقولون من زمان ما تحط لنا تسجيلات صوتيه. والله يا اخواني انسى، قسم بالله التسجيلات الصوتيه يا كثرها لكن انسى. لكن بما ان هذه الحلقه عن الاهلي، خلينا نحط لكم اهلاوي يتكلم ويغني ويسولف، وصراحه يعني تسجيل رائع، خلينا نسمعه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا أسعد الله مساءك حبيبنا طارق. مسا، كيف حالك؟ عساك طيب إن شاء الله حبيبي. معك أخوك وأحد مشجعيك وأحد المعجبين فيك وفي غير برنامجك وفي أهل الإمارات عموما حبيبي. من قلب أهلاوي ملكي أصيل، استمر ونحن داعمين لك إن شاء الله، ومتابعينك في كل الأوقات حبيبي. واسمع يقول لك عاشق لبا وجاك ما تبدل عن ولاك خلفكم مهما حصل. الله انت عمري الله، لا نساوم في وفاك لو قسى الحظ جفاك، عندنا فيكم أمال أهلي يا نبض الحياة. الله، كمان لا بد تتجمل لأجل اللي جولك يا ملكي، لو تتعب شلنا حمولك، يدك بيد شوف اقدم وانسى الخوف، يدك بيدي شوف اقدم وانسى الخوف، عشاقك الوافين والكل حولك. الله، عشاقك الوافين والكل جولك. تحياتي حسن الجدعاني. ونعم يا حسن الجدعان، ايش هالحلاوه، ايش هالحلاوه، ايش هالجمال، ايش هالصوت اللي يرد الروح، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم اطرح فيك البركة يا رب العالمين. والله العظيم رائع، مذهل، ما شاء الله عليك، جميل بمعنى الكلمة، الله يحفظك يا رب العالمين. وكونوا حريصين في المرات القادمة يا حبايبي يا تاج راسي ان الصوت يكون اوضح، لكن ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم حبيت صوتك، حبيت ادائك، حبيت احساسك، لامسني جدا، الله يحفظك يا رب العالمين، ولا تحرمنا من مشاركات مثل هذه، الله يبارك فيك ويطرح فيك البركه يا رب العالمين. وهذه ارقامنا ظاهره امامكم على الشاشه، ارسلوا اللي في خاطره يرسل تسجيلات ولا فيديو ولا اللي تبونه بنعرضه باذن الله تعالى. هذه دعوه مني يا حبايبي لكل اللي قاعد يتابعني من كل مكان، مؤسسات، شركات، افراد تحب انك تدعمنا، تحط لنا جوائز لمسابقاتنا، توقع نتائج المباراه، ومشاهدين يستاهلون كل خير، تواصل معنا وبنرتبها يا حبيبي ويا تاج راسي انت. بالنسبه للمسابقات يا غالين يا حبايب يا مزز، عندي مسابقتين وليست مسابقه واحده. المسابقه الاولى حطوا لنا اياها يا طويلين العمر والسلامه، السراج للوساطة العقارية، ما قصروا وحطوا 500 ريال سعودي للي يتوقع صح نتيجة مباراة منتخب السعودية ومنتخب عمان، وبالتوفيق للفريقين يا رب العالمين. والسراج مكتب عقاري رائع، أكثر من رائع، عندهم خبرة، يعرفون متى يبيعون، يعرفون متى يشترون، يعرفون يدلونك على اللي انت تبغيه، ويعرفون يوصلونك للغاية اللي تطمح لها بأفضل الطرق. دائما خلوهم خياركم الأول وما بيقصرون معاكم بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للمسابقة الثانية فاللي حطوا لنا الجوائز رونزا للمطابخ، الله يعطيهم الصحة والعافية، أبو سعيد الحبيب حط لنا 500 ريال سعودي للي يتوقع صح نتيجة مباراة مين؟ الإمارات ضد سوريا، وبالتوفيق للفريقين. ورونزا للمطابخ شركة رائعة رائدة في مجال المطابخ، في مجال الدواليب، الكبتات، الدرسنج روم، كل هذه الأمور، عندهم مئات التصاميم يطبقون لكم على أرض الواقع تصاميمكم، إذا عندكم تصاميم خاصة فيكم، كل الألوان متاحة، أبد اللي في خاطركم تدللوا عليهم، أسعارهم جدا رائعة، جدا مناسبة، موجودين في العين، دار الزين، هالبوظبي، هالعين، هالإمارات، لا نوصيكم، خذوا لكم في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بتشوفون اللي يسركم تشطيبات رائعة، يعطونكم ضمانات، يعطونكم كل هذه الأمور بإذن الله وما يقصرون معاكم. حطوا لنا 500 ريال سعودي قلت لتوقع نتيجة مباراة الإمارات وسوريا. وبالنسبة لك انت يا حبيبي يا تاج راسي، اذا انك تحب اللي تتابعني، اذا انك تحب انك تشارك معنا في هذه المسابقات، امسك جوالك، سم بسم الله، ابتسم ذيك الابتسامة الحلوة
اتوقع نتيجة صريحة للمباريات، ارسل هذا الفيديو على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وبالتوفيق للجميع يا رب العالمين، وإن شاء الله الفوز يكون من نصيبكم في حال أنكم جبتوا التوقع صح وعندكم آخر فرصة اليوم خلاص، لأن بكرة المباراة، فخلاص قبل المباراة إن شاء الله مباشرة راح ننزل كل التوقعات اللي اخترناها أن تكون معنا في المسابقة. لا تنسوني من صالح دعائكم، ادعوا لأخوكم والله محتاج لدعائكم، الله يصلحكم ويبارك فيكم يرزقكم من حيث لا تحتسبون ويعطيكم ألف صحة وعافية يا رب العالمين. راح أترككم الآن، كيف الآن كيف الآن، راح أترككم الآن مع أبرز ما قدمه اليوسكي من لمسات جميلة ورائعة في أول ثلاث جولات في الموسم ركز. راح اترككم مع ابرز ما قدمه اليوسكي في اول ثلاث جولات في الدوري السعودي مع النادي الاهلي الملكي الراقي المجنون ذو الجماهيريه الجباره. نشوفكم على خير.